يا جماعة بصوا، كريستوف جون جاب عربية نيد فور سبيد جديدة فيراري. يعني اديكم، يعني انا هوريكم السبيد بتاعها والريكومنديشن وكل حاجة، بس اتفرجوا على شكلها الاول. عايزين تعرفوا بكام؟ باتنين مليون مية وسبعة، قصدي مية سبعة وسبعين ألف حاجة بالسعر ده. هي غالية. دلوقتي هوريكم بقى الهايتس ومش عارف ايه. الاكسلريشن، العربية جامدة اوي يا جماعة. عايزين اوديكم تور على العربيات التانية. ايوه دي فاشلة، مش بلعب بيها اصلا. دي استون مارتن، يا لما جبتها جبت الاستون مارتن دي فور فري عشان كنت بلعب تشالنج. شايفين هي ايه الحاجة بتاعها؟ مبروك يعني. شايفين الرينج روفر؟ رينج روفر وعندنا عندي عربية جميلة قوي اسمها الشيفرولي. شيفرولي ماشي. دي عربية سباق، لكن هوريها لكم بس عشان تتأكدوا. وشوف شكلها هيك، اوريكم بس شكلها ايه الاول كده. عربية شكلها حلوة قوي. دي كورفت، كورفت شيفرولي كورفت. مش متقولي ليش بس انه دي مكلارين ده موال. باي 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 باي. كويسين اوي احنا نشوفكم ويا رب تكونوا اتبسطتوا مع مع تشانل بتاع اسمه ايه ده، نيد فور سبيد بوي، والعربيات بتاعته. شكرا قوي، يلا باي.